السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيز. في هذا الفيديو أتيت لكم بتطبيق للربح بطاقة جوجل بلاي وأيضا شحن رصيد البايبر. فاسم التطبيق رويال فيش هانتر. يمكنك من خلال هذا التطبيق قتل الأسماك والحصول على النقاط، وتلك النقاط يمكنك شراء بها المدافع لقتل الأسماك والحصول على بطاقة جوجل بلاي وأيضا الحصول على رصيد البايبر. نعم إخواني الكرام، فأنا لم أقم باستخدام هذا التطبيق بعد، ولكن سوف نكتشف معا طرق الربح من خلال هذا الفيديو. المهم، إذا كنت تريد معرفة هذا التطبيق وطريقة استخدامه، كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، المرجو ضغط الزر صابوني ثم التفعيل خاصية الجرس، كذلك تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم لكم الجديدة إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله. انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، هذا هو التطبيق، سوف تجدون الرابط اسفل هذا الفيديو. فكما قلت لكم في بدايه الفيديو، فانا لم اقم باستخدام هذا التطبيق بعد، لكن قمت بتصويره بعد قليل، لكن طرات هنا مشكله ولم يستمع الصوت في الفيديو، لذلك قمت بحذف الفيديو وكررت مره اخرى ان اقوم بتسجيل لكم الفيديو مره اخرى. نعم، فكما ترون شعار التطبيق رويال فيش هانتر، سوف تجدون الرابط اسفل هذا الفيديو مرفق الكود للتفعيل بطاقة جوجل بلاي وأيضا رصيد الباي بال. فبعد تحميل التطبيق نقوم بالدخول إليه. أقوم بخفض الصوت، فكما قلت لكم قمت باستخدامه، لكن كنت أقوم بالتصوير لكم فيديو، لكن طرأت هناك مشكلة، ولذا كررت أن أقوم بالتصوير لكم مرة أخرى. فكما ترون واجهة هذا التطبيق، في الأول يعطيك هنا مدافع في الأسفل في مكان الصناديق، تقوم بدمجها. عندما تقوم بدمج مدفع زائد مدفع تساوي 2، تقوم بتمرير في الفوق هنا في 3 المدافع، وسوف تظهر لك هناك صناديق هدايا في المربعات الأسفل، تقوم بالضغط عليها وتظهر لك مدافع أخرى يا أخي الكريم، وتقوم بدمجها هكذا وتقوم بوضعه هنا هكذا. نعم يا أخي الكريم، تقوم بوضعه هكذا وتقوم أيضا بفتح الصندوق ودمج المدافع هكذا على هذا الشكل. نعم يا أخي الكريم، وتقوم بقتل الأسماك وتحصل على النقاط، لكن هذه النقاط لا يمكنك تحويلها إلى الدولارات لحصول على بطاقة جوجل بلاي أو تحويلها إلى رصيد الباي بال. فقط يمكنك استخدام هذه النقاط في السبيد، في زيادة سرعة المدافع. نقوم بالضغط هنا في الأسفل على السبيد، نقوم بالضغط على فري لمشاهدة الإعلان. عندما نقوم بمشاهدة هذا الإعلان سوف تزداد سرعة المدافع، وبهذه الطريقة يمكنك قتل جميع الأسماك بسرعة كبيرة يا أخي الكريم. نقوم بإزالة هذا الإعلان، فكما ترون إخوان الكرام المدافع أصبحت تطلق النيران بسرعة كبيرة. نعم، فكما ترون نقوم بمشاهدة هذه الصناديق أيضا، نقوم بفتحها ودمج هذه على هذا الشكل، نقوم بوضعه هنا 2 2 تساوي مدفع، نقوم بمشاهدة الصندوق بتمريره هكذا، هنا يعطينا 2، لذلك سوف نقوم بتمرير هذا المدفع إلى أخي الآخر المدفع الثاني على هذا الشكل. يمكننا دمج هذه المدافع هنا في الفوق 3 3 على هذا الشكل. وبعد دخولك إلى التطبيق يا أخي الكريم لأول مرة، عليك بتفعيل خاصية بطاقة جوجل بلاي ورصيد الباي بال. نقوم بالضغط على صندوق الهدايا في الفوق على اليمين، نقوم بالضغط عليه، وهنا في الأسفل جيت راندوم روا، تقوم بإدخال هذا الكود دي اش ان 4 او جي ام، تقوم بوضعه هنا في الأسفل وتقوم بالضغط على جيت. سوف أقوم بإدخال الكود ثم أعود إليكم. فبعد أن قمت بإدخال الكود وقمت بالضغط على جيت، حصلت على 2 دولار على بايب على بطاقة جوجل بلاي. أقوم بالضغط على كوليكت،
وكما ترون إخواني الكرام هنا في الأسفل ظهرت لي هذه الخاصية، وهنا يقول لك إذا قمت بدعوة 100 شخص تقوم تحصل على 5 دولارات، إذا قمت بدعوة 300 شخص تقوم بالحصول على 10 دولارات على الباي بال، إذا قمت بدعوة 500 شخص تقوم بالحصول على 15 دولار، و1000 شخص 20 دولار، 2000 شخص 50 دولار، و5000 شخص تحصل على 100 دولار، و10000 شخص 100 دولار. فكما ترون إخواني الكرام فقط إذا قمت بدعوة 100 شخص تحصل على 5 نقاط. يمكنك دعوته عبر هذا الرابط انفيتيشن لينك لتحميل التطبيق، وأيضا الكود لتفعيل خاصية بطاقة الباي بال، وأيضا بطاقة جوجل بلاي. هذا هو الكود، سوف تجدونه في وسط الفيديو وأيضا في الديسكريبشن. نقوم بالرجوع إلى الخلف وأريكم الطرق الأخرى للربح من التطبيق. فكما ترون هنا يا اخوان الكرام الفوق ظهرت لي خاصية بطاقة جوجل بلاي وايضا خاصية الباي بال. نقوم هنا بفتح هذه الصناديق كلها لزيادة عدد المدافع هكذا. هنا ظهرت لي بطاقة جوجل بلاي في وسط الماء، نقوم بالضغط عليها، نقوم بالضغط على كولكت عفوا. هنا بعد 24 ساعة يمكنني الضغط عليها والحصول على 5 دولارات، تجده هنا في على اليمين في وسط الفيديو. وهنا الريديم تجد في اليسار الشاشة، تقوم بالضغط على الريديم. هنا يمكنك السحب عبر بطاقة عبر الباي بال أو عبر بطاقة جوجل بلاي، والحد الأدنى للحصول على بطاقة جوجل بلاي هو 100 دولار. عندما تصل 100 دولار يمكنك وضع الضغط عليها ووضع هنا الايميل الخاص بك ثم رقم الهاتف الخاص بك، ثم تقوم بالضغط على ريديم، وسوف تتوصل ان شاء الله ببطاقة جوجل بلاي. وعندما تحصل على 2 دولار للباي بال يمكنك سحبها يا اخي الكريم. نقوم بالرجوع الى الخلف، نقوم بدمج هذه الصواريخ كما ترون إخوان الكرام. هنا نقوم بالضغط على كونفيرم، وهنا حصلت على 0.98 دولار. نقوم بالضغط على كولكت لمشاهدة الإعلان والحصول عليها بإذن الله. فكما قلت لكم فهذه النقاط التي نقوم بالحصول عليها فلا تعنينا شيء، فقط يمكننا شراء بها سبيد سرعة انطلاق الرصاصات أو انطلاق النار بسرعة كبيرة. ننتظر قليلا إخواننا الكرام ريثما ينتهي هذا الإعلان ونقوم بالحصول على 0.98 دولار على الباي بال. نقوم بإزالة الإعلان. فكما ترون إخواننا الكرام هنا في الفوق حصلت على 0.98 دولار، ويمكنني قتل الأسماك والحصول على المزيد من دولارات على بطاقة جوجل بلاي وأيضا دولارات على الباي بال. فعلي أن أقوم بزيادة المدافع بكثرة كبيرة إخوان الكرام. فبهذه الطريقة يمكنك قتل جميع الأسماك والحصول على بطاقة جوجل بلاي إخوان الكرام. هنا في الأسفل تجد خانة شوب، هنا تقوم بمشاهدة هذا الإعلان والحصول على بعض النقاط أو حصول على دولارات أو حصول على سرعة الصواريخ. فأنا لن أقوم بمشاهدتها لكي لا يكون الفيديو طويل. هنا تجد 3 أسهم، هنا الباراميتر أو هنا الإعجاب بالتطبيق، أو تجد ألعاب أخرى، لكن هنا سوف تضاف ألعاب أخرى عما قريب. فكما ترى عندما أقوم بالضغط على هنا الخاصية الثالثة، هنا يقول The game is coming soon، سوف يتم إطلاق هذه اللعبة عما قريب. وهنا نجد أد عفوا، نقوم بالخروج، لقد توجه بنا مباشرة إلى بلاي ستور. هنا نقوم بالضغط على لوفيل ياب، حصلت على 2.33 دولار على بطاقة جوجل بلاي. نقوم بمشاهدة الإعلان وسوف تضاف إلى 2 دولار الأخرى، وسوف تصبح لدينا تقريبا 4.33 دولار. ننتظر لما ينتهي هذا الإعلان ونقوم بإزالته.
كما ترون إخواننا الكرام، لقد أصبحت لدي 4.33 دولار. فعندما تظل لك في الفوق لوفيل ياب، عليك بالضغط عليه، إما تقوم بالحصول على بطاقة جوجل بلاي أو رصيد على الباي بال. نقوم بالضغط على بيرفكت. كما ترون إخواننا الكرام، سوف أنتظر ريتم يصل إلى 1050. عندما يصل إلى 1050 سوف أقوم بالضغط عليها. سوف أقوم بزيادة سرعة المدافع إطلاق النار. أقوم بالضغط على سبيد. أقوم بالضغط على فري وننتظر قليلا. فأنا أريد زيادة سرعة إطلاق الرصاص بسرعة كبيرة، لأنه ظهر لي أنه بطيء جدا. كما ترون الآن أصبحت بسرعة كبيرة، لقد اقتربت إلى 1050 نقطة. ننتظر قليلا ريتما تظهر لنا صناديق أخرى لزيادة المدافع. فكما ترون هنا في جانب أيسر الفوق ظهرت لي لوفيليا. عندما تظهر لك هذه الخاصية عليك بالضغط عليها لتحصل على دولارات لبطاقة جوجل بلاي. نقوم بالضغط عليها. إذا لم يظهر لك الإعلان، كرر مرة أخرى حتى يظهر معك يا أخي الكريم. إن لم يظهر معك في المرة الأولى والثانية، سوف يظهر معك في الثالثة أو الرابعة. فقط لا تستسلم يا أخي الكريم، ننتظر لما ينتهي هذا الإعلان ونقوم بالحصول على تلك الدولارات على بطاقة جوجل بلاي. بقيت لدينا 5 ثواني تقريبا لنقوم بإزالة هذا الإعلان. 2 1 ونقوم بإزالة هذا الإعلان والحصول على تلك النقاط الدولارات عفوا. كما ترون إخوان الكرام، لقد انضافت إلى الدولارات الأخرى. فكما ترون هنا لدي 45، علي أن أصل إلى 1495 للحصول على الدولارات لبطاقة جوجل بلاي. نعم إخوان الكرام، فكان هذا هو شرحنا لهذا التطبيق. وأيضا يمكنك شراء الصواريخ هنا في الأسفل في وسط الشاشة، تقوم بالضغط عليه هكذا. والآن سوف أشتري آخر ب 311 نقطة، وآخر 337 نقطة. سوف أشتري العديد والعديد من المدافع هكذا على هذا الشكل. يمكننا إضافته على هذا الشكل، نعم إخوانا الكرام هكذا. يمكنك شراء العديد العديد من المدافع هنا في الأسفل، تشتريها بالنقاط وأيضا تزيد سرعة إطلاق الرصاص عبر الضغط على السبيد، وتشتري هنا المدافع في وسط الفيديو في أسفل شاشة الفيديو، تقوم بشرائها عبر هذا الشكل. وأيضا هنا السحب ومشاهدة بعض الإعلانات والحصول على سرعة المدافع أو شراء المدفع. نعم إخوانا الكرام، لقد كان هذا هو شرحنا لهذا التطبيق، وإلى هنا وانتهى الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.